أنا اسمي دكتور إيهاب منصور، أنا استشاري جراحات القولون والجهاز الهضمي وجراحات المناظير، وبعمل برضو في الكلية الملكية كأستاذ مساعد في التدريب الجراحي، وأنا ممتحن للكلية الملكية في الزمالة. أنا بحب إن أنا أوعي كل زملائنا وإخواتنا الصغيرين اللي دخلوا أو هيدخلوا أو خلصوا امتحان الزمالة، لازم يكون عنده خطة مستقبلية بالظبط، أنت عايز إيه وتفكر في إيه وأولوياتك. كل شيء ولو سكة ولو طريقة، فدايما لازم تحدد طريقك قبل ما تبدأ طريق، لازم تعرف هتوصل تنتهي فين بالظبط. إحنا إن شاء الله في الوركشوب إن شاء الله هنعرض وجهات النظر المختلفة، وهنعرض قد ايه ممكن تتباين الاراء والنتائج، الاراء عن هل انا اكمل بعد الزمالة واشتغل في المكان اللي اخدت منه الزمالة سواء في بريطانيا او غيرها، ولا ان انا باخد الزمالة وارجع تاني في بلدي اشتغل. خلينا نتكلم ده بالتفاصيل ان شاء الله في الوركشوب ان شاء الله، وهنشوف وجهة نظر ايه، وحنا ان شاء الله ننصح طبقا للأسئلة الموجهة. شكرا.